يقول: هل تنصحون طالب العلم أن يستفيد من كتاب الزمخشري في اللغة والبلاغة؟ المتمكن ننصح المتمكن، أما اللي ما تمكن فلا ننصحه أن يقرأ فيه، لأنه يختلط عليه، لا سيما وأنه يذم أهل السنة والجماعة، يذمهم يقدح فيهم بنفس التفسيرات، هم نخاف إذا صار هذا ما يدري يبغض أهل السنة والجماعة. نعم.